دكتور أحمد المقرمد، أنا جدا سعيد بلقائك. أنت كنت كبير علماء HP، أحد أهم الشركات العالمية، ولديك 6 كتب وعندك 6 براءة اختراع، واليوم أنت تقود هذا المعهد اللي جدا جدا مهم. ما الذي قدمتموه للمجتمع محليا وأيضا عالميا دكتور؟ احنا طبعا نشتغل في 4 محاور: مجال تقنيات اللغة العربية، وتقنيات الحوسبة الاجتماعية، والأمن السيبراني، وكذلك في الذكاء الاصطناعي. في كل واحدة من هذه المجالات احنا نشتغل مع زملاء ومع هيئات في قطر ونتعاون معها بشكل دائم، وكذلك مع جهات دولية. في مجال تقنيات اللغة العربية على سبيل المثال، احنا طورنا سلسلة من التطبيقات اسمها فراسة، اللي قدمناها للمجتمع الدولي. كثير من الهيئات البحثية ومن الجامعات ومن الشركات يستخدموا هالتطبيقات. احنا بنجعل اللغة العربية كمواطن أول من الدرجة الأولى في عالم الإنترنت، هذا شيء مهم جدا جدا. ولكن نشتغل برضو في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي حنتطرق لها بعدين مع دكتور غانم السليطي. احنا نشتغل مثلا مع مستشفى سدرة ووايل كورنيل وجامعة حمد وجهات تانية في الحوسبة البيولوجية، اللي احنا طبعا هو اي علم في النهاية في معلومات، في ديتا اللي احنا مدخلنا، اللي هو نعمل لهم تحليل لهالمعلومات ونستنتج نتائج من هالمعلومات. فتعاوننا دائما يكون مع الجهات التانية، سواء كانت جهات في الطب او في الهندسة أو في صحافة وفي جميع المجالات. من المفارقات العجيبة أعزائي بأن إحنا قبل، من خلال الخوارزمي اللي طلع الصفر واهتمامنا القديم قبل 800 سنة كنا مهتمين بهذه العلوم، علوم الطيران وعلوم كثيرة، وخلال 800 سنة تقريبا دكتور نمنا نوم عميق سبات عميق، والآن أنتم وجهودكم والعلماء وتعاوناتكم الخارجية والداخلية تصرون على أن نرجع مرة أخرى. ذكرت الخوارزمي محمد بن موسى الخوارزمي. أعزائي، من هي هذه الشخصية؟ محمد بن موسى الخوارزمي الملقب بأبي عبد الله، وهو عالم من العصر العباسي. برع الخوارزمي في مجالات علمية عديدة مثل الرياضيات والفلك والجغرافيا، فقد أضاف العدد 0 إلى عائلة الأعداد، ونقل الأرقام الهندية إلى الثقافة الغربية، وأولج نظام العد العشري. قدم الخوارزمي العديد من الأعمال والمؤلفات التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية والعديد من اللغات الأخرى. يعد الخوارزمي أول من اخترع مفهوم اللوغاريتمات أو ما يعرف بالخوارزميات، وهو العلم الذي يعمل على حل المسائل المعقدة المختلفة، وما زال يستخدم حتى الآن. لم تقتصر أعمال الخوارزمي على الفلك والرياضيات فقط، بل إنها امتدت لتشمل علم الجغرافيا، فقد ساهم في قياس محيط وحجم الكرة الأرضية، وساهم أيضاً في رسم أول خريطة للعالم، بالإضافة إلى أنه أول من قسم العالم لأقاليم وكتب كتاب بعنوان صورة الأرض. قام الخوارزمي بتأليف عدة أعمال في الرياضيات والفلك، منها العمل بالاسترلاب والزيج الأول والرخامة، وتحدث في أعماله عن الساعة الرملية واتجاه القبلة وتحديد ساعة الشروق. دكتور، كيف أنتم أقنعتم شركة عالمية ضخمة مليارية مثل بوينغ بالتعامل مع معهد تابع لإحدى الدول العربية؟
صحيح، الشركات مثل هذه ما تنظر إلى الدول بعينها، بس تنظر إلى الناتج الفكري للمؤسسات العربية وغير العربية. فبالنظر إلى QCRI محطة قطر لبحوث الحوسبة، طبعا لدينا علماء ذو خبرة من دول مختلفة، ولديهم براءات اختراع وأبحاث منشورة في مجلات عالمية مرموقة، وهذا اللي طبعا شجع بوينغ بالتعاون مع محطة قطر لعلوم الحوسبة. شو اللي قدمتوه لها شركة بوينغ من دراسات؟ طبعا في كان نوعين من التعاون معهم. الأول له علاقة بما يسمى بالإنجليزي بالpredictive maintenance أو الصيانة الاستباقية. فطبعا مثل ما أنت عارف في الطائرات تتكون من أجزاء مختلفة، وفي بعض هذه الأجزاء يتم استهلاكها بشكل دوري، وباستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتعرف البرنامج أو النظام على بعض هذه القطع التي ممكن يعني أن تعطب خلال فترة معينة، ويقوم البرنامج بتوصية الإصلاحات المتطلبة وبالقطع التي يراد تغييرها. فمثلا إذا طيارة مثلا طائرة تخرج من مدينة معينة إلى مدينة أخرى، يكون معد مسبقا في الديستنيشن أو المنطقة التي يتم الوصول، الوجهة التي يتم الوصول إليها. فبما أن تهبط الطائرة تكون القطعة جاهزة والفريق الفني جاهز لإصلاح الطائرة. تعرف ايش تعلمت منه أبو محمد أنا في دولة قطر وتنفيذي لهذا البرنامج؟ بأننا نصر أعزائي بأن نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، واليوم في خضم المنافسة الكبيرة مع أكبر المعاهد العريقة اللي قدمت بحوث عالمية لأكثر من 100 سنة، وبفضل من الله وبفضل من جهود الدولة والقائمين تم تأسيس جيل جدا مهم وجيل ذو كفاءة حتى أنها تيسر حياتنا أكثر ونتقدم فيها أكثر ونرتقي أعزائي بأن تكون دولة قطر دولة إسلامية عربية ذات مكانة عالمية بإذن الله، وأيضا بهمة الفريق الأول المعني بذلك العالم غانم بن محمد السليطي. كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك.